نحن كنا ضد الهدنة وخلونا غصب عنا نصير مع الهدنة، لأنه صرنا 5 سنين عم نعاني وعم نقول لهم توحدوا توحدوا وما حد عم يتوحد. طيب ليش ما عم تتوحد؟ والله نحن ضد الهدنة، بس أجبرتنا الفصائل، أجبرت الشعب أنه يكون مع الهدنة، والدول العربية كلها تخاذلت عننا، لهيك نحن عم نضطر نعمل هدان. ونحن نوجه نداءات لجميع الدول، نحن ما رايدين الهدنة، بس اضطرينا نعمل هدنة لأنه دم الأطفال صار يعني حاجة، كفانا ظلم. طبعا أنا مع وقف إطلاق النار في سوريا، يعني هذا الشيء بدنا إياه يكون يعني طبعا لمصلحة الشعب السوري. يعني 6 سنين صار لها الثورة السورية، يعني بدنا يوقف مثلا شلال الدم وإراقة الدماء وقتل النساء والأطفال والشيوخ. يعني النظام السوري دمر المدارس ودمر المساجد وما خلى شيء. طبعا نحن هذا الشيء بنريده يكون إن شاء الله، يعني نتمنى نحن هذا الأمر يكون خير على الشعب السوري ويوقف القتل بحق الأطفال والنساء والشيوخ. وقف اطلاق النار بسوريا صار مثل يعني كذبة تعودنا عليها. اول شيء صار بسوريا بكل سنه مثل موسم لوقف اطلاق النار، لموضوع وقف اطلاق النار، صاروا يجتمعوا يحضروا اجتماعات مشان موضوع وقف اطلاق النار ويضحكوا على الشعب السوري، بيوقفوا اطلاق النار بمناطق المناطق اللي ما بترضى، المعارضه للمسلح اللي ما بترضى على وقف اطلاق النار بيصعدوا عليها، بيكسفوا قصف عليها، بيضغطوا عليها زياده يعني عن قبل لحتى ترضخ لهذا الامر. شغله ثانيه، في حال توقف اطلاق النار بسوريا يعني هذا الشيء ما رح يستمر ابدا، لانه النظام مجرم مجرم مجرم، يعني ما عنده انسانيه، ما عنده زر الضمير، بيوقف اطلاق النار لفترات معينه لبين ما يستمد قواه هو ولحتى يجمع من الميليشيات بما يكفي لحتى يرجع بقوه اكثر من قبل. يعني وقف اطلاق النار بسوريا ان شاء الله هو بيتم وبيلتزم فيه النظام، المعارضة بتلتزم بوقف اطلاق النار، بس النظام انه يلتزم بوقف اطلاق النار. على ايه العالم بصير بتقعد بالشارع؟ انا بصير بأمن اقعد بالشارع، ما تجيني قذيفة تقتلني، ببعت اخوي الصغير على المدرسة بأمن انه يرجع لعندي عايش، ما تجي شي غارة تضربه. العالم تعبت من الدمار ومن القتل ومن الناس، وان شاء الله الاطراف كلها بتتفع على وقف اطلاق النار، بوقف اطلاق النار في سوريا. يعني وقف اطلاق النار شيء ضروري، كثير شيء ضروري، على الأقل نرتاح من قصف، من قصف المدفعي، نرتاح من الطيران الروسي، من الطيران السوري. يعني منصير من أمن نقعد في الشارع، أنا ابني بصف الأول وهلا ما بسجل ببعته على المدرسة، بخاف ما تطلع شي طيارة أو تجي شي قذيفة تقتل لي إياه. يعني أنا متلوع بالقصف، أنا متلوع بالقصف، أجري عاطلي بعيد عنكم. يعني وقف إطلاق النار شي ضروري، نحن بحاجة كتير إله. مترجى من الله أن يوقف عنا اطلاق النار وترجع الامور مثل ما كانت. يعني شو بدنا نعمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.